أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وصلنا لفقرة كواليس مع كاتيا حتر. صباح الورد يا كاتيا. صباح الورد ميسون، اليوم حيسرقوكي منا كمان اليانصيب، شايفة؟ فعندك اليوم إيش؟ كواليسين أنا. كواليس ضرب اثنين. أهلا وسهلا، واليوم أخبار بتجنن عندك. يس، عندنا أخبار منوعة. رح نبلش مع أحمد العرسان ونحكي له ألف مبروك، ونشوف هذا الفيديو كيف كانت أجواء العرس. إذن ألف مبروك أكيد لأحمد العرسان التمام عخير، يا رب رفاه والبنين، وإن شاء الله يا ربي كمان كل التوفيق بالقادم بكرة القدم. كنت بدي أحكي كرة السلة، حلو كتير احنا هلأ عشان كنا فقرة بالسلة. السلة. طيب هلأ ميسون بدنا ننتقل لنور الروابدة ونحكي له ألف مبروك توقيعه مع النادي الفيصلي، ونشوف أجواء التمارين كيف بلشت. يلا تحياتنا لنور الروابدة وعمر مناصرة كمان لاعب أكيد الوحدات، لكن بدنا نحكي عن نور الروابدة إن شاء الله. بجوز اليوم ما يكون موجود مع الفيصلي بمباراة اليوم، لكن حيكون أكيد بالفترة القادمة، وألف مبروك أكيد التوقيع والبداية بالتمارين مع النادي الفيصلي. أكيد 100%. هلأ ميسون بدنا ننتقل لإبراهيم الخب وعودته إلى نادي الرمثة، خلينا نشوف هذا الفيديو. صباح الخير لبرنامج صباح الرياضيين. أول إشي بحب أشكر الإعلامية كاتيا حتر والإعلامية ميسون يونس على الاستضافة، شكرا لكم متابعتي لكل الأخبار الرياضية أول بأول. الحمد لله رب العالمين، تم توقيع عقدي مع نادي الرمثة لمدة موسمين ونص، وإن شاء الله يعني بكون عند حسن ظنهم بإذن الله. بشكر جمهور الرمثة اللي ما قصر معي حتى وأنا برا النادي، وإن شاء الله يعني كل واحد طالب بإني أكون موجود بمنظومة نادي الرمثة إني أبيض وجهه، وإن شاء الله ما بقصر، إن شاء الله بنساعد النادي إنه يرجع لسكة الانتصارات ويرجع لمكانه الطبيعي بإذن الله. وأخيرا يعني شكرا لنادي الصريح، النادي اللي ما قصر وتفهم إني يعني حاب أرجع لنادي الأم، وحاب إني أرجع وأساعدهم، وإن شاء الله يعني إني بقدر أساعدهم بإذن الله. كل الشكر. من أبناء الرمثة إذن إبراهيم الخب، ألف مبروك عودتك لنادي الرمثة، وإن شاء الله يعني التعاقدات الجديدة اللي صارت مع نادي الرمثة من عودة المهاجرين لهذا النادي، طبعا غزلان الشمال، نشوف أيضا أداء مختلف بفترة الإياب اللي بلشت قبل مبارح، اليوم ختام الجولة الـ 12 من أكيد فترة الإياب. أكيد. هلا بدنا نروح وين ميسون؟ على الوحدات والرحلة تبعت هشوناش نادي الوحدات، مزرعة على الخفيف.
إذا رحلة جميلة، وطبعا أجواء الصيف بحاجة يعني مثل هيك الرحلات. هاي كلياتهم الشباب الطيبة جمعوا حالهم بفترة العطلة اللي هي يوم كانت، وبعدين رجعوا أكيد للتمرينات. ومبارح كان اللقاء الأول مع الجزيرة لنادي الوحدات بفوزه بهدف مقابل لا شيء. صح، هلا هي يعني بدها كان تغيير نفسية ورحلة وهيك عشان يرجعوا أقوياء. بالضبط. هلا ميسون بدنا ننتقل لبهاء عبد الرحمن ونشوف أولاده زاروا بماليزيا، وقد ايه حلو هذا يعني بيعطيه حافز ودعم انه يشوف أولاده حواليه. أبو عدي خلينا نشوف. يلا الله يحمي لك ياهم أبو عدي، وإن شاء الله دائما بتكون بأفضل حال مع الدوري الماليزي، والعودة طبعا للأردن نشوفك أيضا بأفضل الأماكن. تحياتنا لإلك وللعائلة الكريمة. تحياتنا لإلك. وهيك بنكون خلصنا فقرة كواليس. انتهينا من فقرة كواليس. من كواليس. وكل الشكر لكاتيا حتر على التنوع اللي اليوم كان موجود بهاي الفقرة والتأخير. كالعاده ونروح لهاي الاهداف ونرجع مع مين؟ مع ابو رونق عبد الله الدويري.